بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ايه الاندرويد فيرجن كاتالوج؟ ده بلوج على ميديوم بيشرح الكونسبت بتاع الاندرويد فيرجن كاتالوج، تيبس اند تريكس. حلو. لما بنيجي نكريت اي مشروع جديد دلوقتي بالجيت باك كومبوز بيبقى مستخدم الفيرجن كاتالوج. ايه هي الفيرجن كاتالوج دي وازاي نقدر نستخدمها ونريبليس الجرادل بالطريقة القديمة بالطريقة الجديدة اللي هي الفيرجن كاتالوج. In this article I will describe how to create، ازاي تكريت فيرجن كاتالوج، how it is structured، الستراكشر بتاعه ماشي ازاي، and how to easily maintain it once it's created. حلو. هو باي ديفولت بيتكريت لما بتيجي تكريت نيو بروجكت دلوقتي من الاندرويد ستوديو. حلو. طيب Gradle، what is version catalog؟ Gradle version catalogs allow you، بيسمح لك انك تمانج تدير الديبندنسز والبلجنز اللي عندك in a scalable manner، يعني بطريقة قابلة للتطوير. حلو. When dealing with multiple modules، لما بتيجي تشتغل مع اكتر من موديول، حلو، باستخدام الجرادل فيرجن كاتالوج سمبليفايز، بسطت الديبندنسي والبلجن مانجمنت، اداره الديبندنسي بتاعتك والبلجنز. انستيد اوف، بدلا من كنت بتعمل الكلام ده الديبندنسز تضيفها بطريقه هارد كودنج للنيمز والفيرجنز في individual build files، في ملفات منفرده. حلو. And having to update each entry، ومحتاج انك تحدث كل entry whenever you need to upgrade a dependency، كل ما تحتاج انك تحدث ال dependency. حلو. هتضيفها في كل موديول في ال Gradle. You can create central version catalog of dependencies، تقدر تكريت مكان centralized هو المركز بتاع ال dependencies that various modules، يعني اكتر من موديول يقدر يرفرنس in a type safe manner للمكان السنتراليزد ده. حلو. with the assistance of android studio، بمساعدة الاندرويد ستوديو. the example code snippet in this article were created باستخدام الجرادل 8.0 والكوتلين دي اس ال. حلو. ال DSL اللي هي السنتكس بتاع الكوتلين في الجرادل. طيب how to start create version catalog as a first step، كأول خطوة let's create file، هو اوتوماتيك بيجنريت الفايل ده زي ما قلت لما بتيجي تكريت نيو بروجكت، هو بيكريت لك فايل اوتو جنريتد اسمه libs.versions.toml. ده بيتكريت في الروت دايركتوري في الجرادل فولدر، في ملف الجرادل لأي مشروع اندرويد جديد. This will serve as our version catalog، ده هيخدم او هيمثل الفيرجن كاتالوج عندنا. طيب الجرادل provides a standard method for defining a catalog، عشان تعرف الكاتالوج. if a libs version.toml file is located in the gradle subdirectory of the root build، the catalog will be automatically بشكل تلقائي established باستخدام ال contents of this file. طيب ايه ال components، ايه المكونات اللي موجودة في ال version catalog عندي؟ اول حاجة version، libraries، bundles، plugins. حلو. طيب ال versions section is used، هو section بيستخدم عشان يدكلير يعرف ال versions which can be referenced by dependencies. حلو. ارقام ال versions دي ايه؟ طيب تاني سيكشن اللايبراريز، عبارة عن سيكشن بيستخدم عشان يديكلير يعرف الالياسز اللي هيكو اوردينيتس هيتعاون معاها. طيب الباندلز، الباندل سيكشن مسؤول ان هو يديكلير يعرف الديبندنسي باندلز. والبلوجن سيكشن بيستخدم عشان يعرف البلوجنز. حلو. طيب ان اكزامبل، مثال لاستخدام الفيرجن كاتالوج لايبراريز والبلجنز. I provide an example demonstrating، بيوضح او بيظهر اليوز استخدام الهيلث لايبراري with فيرجن كاتالوج، ازاي نستخدم الدجر هيلث بالطريقه الجديده. طيب the old method، الطريقه القديمه اللي كنا بنستخدمها من الاندرويد دوكيومنتيشن، كنا بنيجي في الملف اللي اسمه build dot gradle، في البلجنز بنعمل id وبنكتب اسم اللايبراري com.google.dagger.health.android والفيرجن بتاعها كذا وابلاي بفولس.
حلو. وبنيجي في الملف الاب بيلد دوت جرادل، بنكتب فوق خالص في البلجن كوتلين كابت واي دي كوم دوت جوجل دوت داجر دوت هيل دوت اندرويد، وده السكشن الاندرويد بلوك. وبنيجي جوه الديبندنسز بنكتب اللايبراري بتاعتنا امبلمنتيشن والفيرجن بتاعها اللي هو 2.44 والكابت، وبعمل الاو ريفرنس ان هو يجنريت الكود كابت، بديله الكوريكت ايرور تايبس بترو. دي الطريقه القديمه. طيب عايزين نستخدم الطريقه الجديده بالفيرجن كاتالوج. ناو ليتس سي هاو ذيس لوكس وين يوزنج ذا فيرجن كاتالوج. خلينا نشوف ازاي هنعمل الكلام ده باستخدام الفيرجن كاتالوج. It's important to note that من المهم انك تعرف ان الجرادل نورماليز اول ديبندنسي aliases. This means ده معناه ان any alias اي alias بيحتوي على داش او اندرسكور او كوما او دوت، حلو، داش او كوما او دوت will be updated to use dot instead. هيتم تحديثه ان هو يستخدم الدوت. فور اكزامبل، مثال الياس اسمه داجر اندرسكور هيلت او داجر داش هيلت او داجر دوت هيلز ويل بي نورماليزد از داجر دوت هيلت. حلو. طيب ادي اول سيكشن بيبقى في ما بين قوسين فيرجنز. الفيرجن بتاعك كام؟ 2.44. يبقى عرفت هيلت، الهيلت ده هو الفيرجن بتاعي اللي هو 2.44. حلو. طيب اللايبراريز، اللايبراريز هتعرف الديبندنسز اللي عندك. داجر داش هيلت الجروب بتاعها كوم دوت جوجل دوت داجر، النيم هيلت داش اندرويد، فيرجن دوت ريفرنس هيلت. هيلت ده بيرفرنس الايه؟ للفيرجن بتاعي اللي هو اللي انا عرفته هنا ده اللي هو 2.44. حلو. وداجر هيلت كومبايلر جروب كوم دوت جوجل دوت داجر والنيم هيلت كومبايلر والفيرجن دوت ريف الهيلت، والبلجنز هيلت هديله الاي دي نفس الكلام والفيرجن دوت ريف الهيلت. هاجي بقى في البيلد دوت جرادل دوت كي تي اس، هعمل الياس وما بين قوسين لبس دوت بلجنز دوت الهيلت ابلاي بفولز، وهاجي في ال app.gradle.kts هديله الالياس بتاعك lips.plugin.الهيلت. وجوه الديبندنسز بقى هقول له implementation lips.google.dagger.hilt وcapt lips.google.dagger.hilt.compiler. حلو. following this the predefined dependencies with the recorded version can also be used، اقدر استخدمها في subsequent modules. ده بيضمن لك ال consistency and provide clear version management، ادارة واضحة لل versions لل dependencies اللي عندك. طيب مثال لاستخدام البندلز. If you have multiple modules، لو عندك اكتر بقى من موديول that require the same dependencies، بيحتاج نفس الديبندنسي في كل موديول، you can create bundle، هتكريت في الحالة دي bundles further simplifying dependency management. For example، مثال I use the following four dependencies، بستخدم الاربع dependency دول in all of my feature modules، في كل الموديولز اللي عندي. حلو. عن طريق استخدامي للبندل I can use them، أقدر استخدمهم كلهم at once في مرة واحدة instead of، بدلا من إن add أزود الكلام ده بشكل individual بشكل منفرد في كل موديول عندي. طيب ادي الفيرجنز، اللايف سايكل 2.6.1 والماتيريال والنافيجيشن، ودي الفيرجنز بتاعتهم. حلو. جوه اللايبراريز استخدمت الاندرويد ماتيريال وهديله هنا الفيرجن بتاعها اللي هو ماتيريال، والاندرويد اكس نافيجيشن فراجمنت واللايف سايكل لايف داتا والفيو موديل، وادي لكل واحده الفيرجن بتاعها. جوه البندل هقول له فيتشر يو اي اندرويد داش ماتيريال اندرويد اكس نافيجيشن فراجمنت اندرويد اكس لايف سايكل لايف داتا واندرويد اكس لايف سايكل فيو موديل. حلو. عايز استخدم بقى الفيتشر دي في ال dependency عندي، هاجي في البيل دوت جرادل اقول له implementation lips دوت bundles دوت feature UI اللي هو الاسم اللي انا معرفه هنا في البندل. البندل ده ايه؟ قلت له خد لي اول واحده في اللايبراري اللي هي الاندرويد داش ماتيريال،
وخد لي تاني واحدة اللي هي اندرويد اكس نافيجيشن فراجمنت، وخد لي الاندرويد اكس الاربعة. خدت الاربعة دول، الاربعة دول عرفتهم واديتهم في الباندلز عن طريق اسم واحد فيتشر يو اي، سطر كود واحد عملته بدل ما استخدم اللايبرريز دي بشكل انديفيديوال في كل ايه، في كل موديول عندي. حلو، فكده الكود بقى سكيلابل وريدابل، وقللت عملت بويلر ريديوس للبويلر بليت كود، قللت الكود المكرر في كل موديول. مينتننس اوف فيرجن كاتالوج، اي ريكومند يوزنج ا بلجن ذيس بيربس اول ذا نيسيسري انفورميشن فور انستولينج دي لايبراري على الجيت هاب. طيب الموست امبورتنت كومنتس، اهم الكومنتس اللي موجوده في التيرمينال، هتيجي في التيرمينال في الاندرويد ستوديو، هتكتب الكوماند ده دوت جرادل يو فيرجن كاتالوج ابديت. ده بيعمل ايه؟ بي اوتوماتيكلي بشكل تلقائي بيابديت الديبندنسي فيرجنز وبيفورمات them وبيسورت them، بيرتبهم بشكل الفابيتك. حلو، وفيرجن كاتالوج ابديت داش داش انتراكتيف بيليست الابديتابل الديبندنسز اللي تم تحديثها، but doesn't automatically update them، مش بيحدثهم بشكل تلقائي، هو بيجيب لك الليسته بس. حلو، فيرجن كاتالوج ابلاي ابديت، ده بيابروف الابديتس التحديثات اللي انت عملت لها ليست على الديبندنسز الموجوده. الفيرجن كاتالوج فورمات بيفورمات الفابيتك سورت ذا فيرجن كاتالوج. ده كان شرح للفيرجن كاتالوج.